Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, مع اقتراب الامتحانات قررت انني ندير لكم دي فيديو لصحاب بيان سور الباك ليبر وصحاب سيزيام اني. غادي نشرح فيهم لي رومان لي تخوا رومان اللي هما لا بواط ا ميرفي انتيغون و لو ديرني جور دان كونداني. بالنسبه للناس اللي تيقولوا لو ديرني جور دان كونداني ما غاديش تحط لحقاش راه قالوا في التلفازه بلي غادي يحطوا غير نصف المقرر، ما قالوش غادي يحطوا غير نصف المقرر، قالوا غادي يحطوا النسبه كامله اللي تقرات في القسم. الناس كامله قرات حتى لو موا 3، يعني كي غنقول لكم يعني راه لو ديرني جور دان كونداني مستحيل الاقسام ما يكونوش داروا فيه واخا غير 10 ولا 11 شابيتر، بلا ما نهضروا على الجهات الاخرين بحال جهات ديال المدن واحد اخرين. بحال دابا حنا هنا في فاس عندنا كنبداو بلا بواط ا ميرفي موراها تنمشيو لانتيغون وكنتليو لو ديرني جور دان كونداني. كاينين جهات واحد اخرين كيبداو بلو ديرني جور دان كونداني عاد كيمشيو لانتيغون وكيمشيو لا بواط ا ميرفي، يعني كاينين جهات قراو قراو لو ديرني جور دان كونداني كله، يعني قراو لي شابيتر كاملين. ما تستهنوا بتا شي حاجه، حاولوا انكم ولو تاخذوا غير المحا على لو ديرني جور دان كونداني. غادي نشرحو حتى هو في واحد لا فيديو، غادي نبسطو بزاف الناس اللي ما فاهماش، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. بالنسبه لهذا الدوكيومون اللي غادي نخدم عليه دابا اللي دايره فيه لو ريزومي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش هكا تيليشارجيوه وتقدو تخدموا عليه. اول رومان غادي نبداو به هو لا بواط ا ميرفي. لا بواط ا ميرفي سي ان رومان كي فاسيل سهل بالنسبه للناس اللي تيسولوا على الاسئله اللي تتحط في الجهاوي كيديروا يجاوبوا عليها. غادي نحاول ندير فيديو واحد اخر على كي دير تجاوب على الاسئله ديال الجهاوي، وغادي نبقى نشرح الاسئله حتى هما باش تجمع النقاط ديال الكومبريانسيون. راه ماشي صعيبه، راه ساهله، خاصك غير تكون عارف الاحداث ديال ديك الغومو، علاش تيدور ديك الغومو، شحال فيه من شابيتر وكل شابيتر علاش تيهضر. هادشي اللي غادي نحاول نشرحو انا في هذا الفيديو ان شاء الله. حاجه واحده اخرى في الكومبريانسيون عندنا جوج نقاط تيعطيوهم لينا فابور، هما ديال هاد الجدول هذا اللي كيكون فيه لو تيتر ديال لوفر لوتور لو جونغ لا دات دو باريسيون اولا لو سيكل او دوطخ اوفر ديال ديك ليكريفان لي كتب هاد الغومون هادا. بون هنا عندنا لو تيتر دو لوفر هو لا بواط ا ميرفي، لوتور ديالها هو حمد الصفريوي اللي تزاد في 1915 ومات في 2004. لو جونغ سي ان رومون اوتوبيوغرافيك يعني سيره ذاتيه. لا دات دو باريسيون هي لا دات فين نزل الرومان هي 1954 اولا لو سيكل هو لو 20 سيكل. دوطخ اوفر ديال هاد لوتور اللي هو احمد الصفريوي عنده لو شابلي دامبر او لو جاردان دي سورتيليج، هادو غي جوج ديال لي رومان واحد اخرين كتبهم من غير لا بواط ا ميرفي. بيان سور هو عنده بزاف ولكن ضروري انت يكون في دماغك شي جوج ديال لي رومان واحد اخرين كتبهم من غير ديك لا بواط ا ميرفي. هاد الجدول ما فيهش نقاش، خصو يكون محفوظ مزيان لحقاش ديما تيتحط في الجهويات. حاجه واحده اخرى خصكم تكونوا عارفينها هي لو تيب لا فوكاليزاسيون لو ريجستر دو لانغ. كيفاش لو تيب؟ لو تيب هو لو تيب ديال داك لو تيكست اللي غادي تكونوا كتخدموا عليه. هنايا في هاد لو رومان عندنا دو تيب، عندنا ناراتيف وعندنا ديسكريبتيف. شنو هي ناراتيف؟ ناراتيف هي كيحكي لينا الكاتب، كيكون كيحكي لينا كيعاود لينا شي حاجه وقعت ليه في لو باسي. وديسكريبتيف هي كيوصف لينا شي بلاصه اولا شي حدث. باش نفرقوا ما بين ناراتيف وديسكريبتيف، ديما الا بغيتوا تعرفوا واش لو تيكست ناراتيف اولا ديسكريبتيف، ناراتيف كيكون لي طون ديال لو فيرب ديالو في لو باسي سامبل. انا درت لو فيرب مانجي كوم اكزامبل باش تشوفوا غير لا تيرمينيزون ديال لو باسي سامبل. و ديسكريبتيف باش تعرفوه تيكونوا لي فيرب ديالو في لامبارفي. عاوتاني درت لو فيرب مانجي باش تعرفوا لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. هذا هو الفرق ما بين ناراتيف
و ديسكريبتيف. بالنسبه للفوكاليزاسيون في هذا الرومان عندنا فوكاليزاسيون انترن. علاش انترن؟ سي جامي سولوكم على لا فوكاليزاسيون قلت لهم انترن وطلبوا منكم جوستيفيكاسيون يعني تفسير، غادي تقولوا ليهم كار سي ان رومان اوتوبيوغرافيك، يعني هذا الرومان هو سيره ذاتيه. و il y a le pronom personnel je، فاش كيكون جو تتكون لا فوكاليزاسيون انترن. حاجه واحده اخرى، هنا عندنا لو ناراتور هو لو بيرسوناج هو لوتور، يعني باردون هو لوتور، يعني لو ناراتور هو الشخصيه الرئيسيه وهو لوتور. لو ريجستر دو لانغ، هنايا عندنا لو ريجستر دو لانغ كوران. بيان سور عندنا بزاف، عندنا بلوتو 4 تيب ديال لي ريجستر دو لانغ. عندنا courant، عندنا familier، عندنا soutenu و عندنا argotique. في la boîte à merveille عندنا le langage courant. في les autres romans غادي نقول لكم les autres registres de langue. bien sûr هاد جوج دواوين خاصكم تحفظوهم تاكلوهم، ما تفكروا حتى شي حاجه، هادو حفظوهم وبعدا غادي تجمعوا واحد ثلاثه النقاط فابور هكاك غير حفاظه. هادي اول حاجه. دابا غادي ندوزو لي بيرسوناج. ثاني حاجه خصكم تعرفوها هي لي بيرسوناج ديال الغوما. ضروري تعرفوا لي بيرسوناج كاملين باش هكايا فاش كدوزو لي شابيتغ وكتبداو تقراوهم اولا فاش كتقراو لو ريزومي ديال لي شابيتغ كتكونوا كوميم عارفين ديك لي بيرسوناج اللي كاينين في لي شابيتغ وكتسهل عليكم الخدمه. دونك اول واحد غادي نبداو عليه نبداو به باردون هو لو ناراتور. شكون هو لو ناراتور؟ هو سيدي محمد، هو لو بيرسوناج برينسيبال دو رومان. سيدي محمد هو الشخصيه الرئيسيه ديال هاد الروايه. هاد سيدي محمد كان وحيد، كان ما عندوش صحاب وكان ديما عايش في الخيال ديالو. كانت عنده واحد لابواط هي الصديق ديالو الوحيد، ديما فاش كان كيحلها كيعيش في الخيال ديالو. سي بون. الشخصيه الثانيه ديال الرومان هي الام ديال سيدي محمد، هي لالا زبيده. في الرومان سيدي محمد إلي ان انفون دو 6 ans، في عمره 6 سنين. وصفنا الام ديالو باللي هي إلي اون جون فام، مرا صغيره في عمرها تقريبا 22 عام، ولكن شي مرات تتصرف بحال شي مرا شارفه وتثق بزاف بداكشي ديال الخرافه والسحر. بون، عبد السلام هو لو بير دو سيدي محمد. وصفوا لينا باللي هو رجل في عمره تقريبا 40 عام، كان كيبغي ولده بزاف وكان تاجر. بيرسوناج الرابع في هاد لو رومان هي الشوافه، سميتها كنزة وساكنة في لو ريتروسي ديال لا ميزون فين كان ساكن سيدي محمد. كانت معروفة في الحي بالمهنة ديالها ديال لا فويانت. عندنا لا فامي دو دريس العواد اللي مكونة من دريس. هاد دريس مجوج بمرا سميتها رحمة وعندهم بنيتها في عمرها 7 سنين. هاد البنت في الغومو غادي يبان لنا باللي سيدي محمد ما كانش كيبغيها كاع، ما كيحملهاش. عندنا لا فامي دو فاطمه البزويه اللي مكونه منها ومن راجلها على لو جاردينيي، كانوا كيسكنوا في لو دوزيام ايطاج مع العائله ديال سيدي محمد. بالنسبه لا فامي دو لالا عيشه، هاد لالا عيشه هي الصديقه ديال لالا زبيده، هي اونامي ديال لالا زبيده وكانت جارتها القديمه. لالا عيشه مجوجه بواحد الراجل سميتو مولاي العربي. عندنا دريس لو تينيو هو لو سيرفيتور لويال دو معلم عبد السلام، هو كيما نقولوا المتعلم ديال باين سيدي محمد. لحقاش الاب ديال سيدي محمد المعلم عبد السلام كان كيدير التجاره. عندنا عبد الله هو لي بيسي دو كارتي، هو مول الحانوت ديال الحي. وعندنا لو فقي
ان نوم ميغر اي باربو هو اللي كان كيحفظ لسيدي محمد القرآن في المسيد. بالنسبة لهاد الفقيه وصفوا لنا سيدي محمد باللي هو راجل ضعيف وعنده اللحية، وكان ديما تيتخلع منه سيدي محمد، لحقاش ديما كان ديك الفقيه هاز واحد العود في يديه. بالنسبة لسيدي العرافي سيت ان فايان افوغل، هو واحد الشواف اللي تتمشي عنده ماين سيدي محمد وتتديه معاها هي وصاحبتها ليلى عيشة. هادشي بيان سو غادي نشوفو في لي ريزومي ديال لي شابيتر. وهاد الشواف هذا كان عما ما كانش كيشوف. بالنسبة لبن طاهر هو لو كوافور دو كارتي، هو الكوافور ديال الحومة. سيدي عثمان هو واحد الراجل شارف اللي كان مجوج بواحد المرأة صغيرة سميتها لالا خديجة. وسلامة سيت اون ماريوس بروفيسيونيل، وصفها لينا سيدي محمد باللي هي اللي كانت كتزوج الراجل والمرأة، كانت كتزوج الناس. وزهور اتون فوازين دو لالا عيشة، هاد الزهور هادي كانت هي جارة ديال لالا عيشة. وصفها لينا سيدي محمد في الغومون ديالو باللي هي كانت فائقة الجمال، كانت زوينة بزاف وكانت كتعجبو. دابا هنا غادي نعطيكم ان ريزومي جينيرال، ومن بعد غادي ندوزو لو ريزومي دي شابيتر، يعني غادي نعطيكم ملخص عام على علاش كيهضر الغومون، ومن بعد غادي نشرح لكم شابيتر بشابيتر اولا الاحداث الاساسيه اللي كاينه في كل شابيتر. بون لو ريزومي جينيرال كيقولنا دون سو رومون سيدي محمد ان انفون دو 6 ans nous a raconté son enfance à l'ancienne médina de Fès. يعني في هاد الروايه سيدي محمد طفل ديال 6 سنين عاود لينا او حكى لينا على الطفوله ديالو في المدينه القديمه ديال فاس. غولاتون سي جورني اوم سيد لو سوفونير دو بام مور اي سورتو سون اتاشمون ا سا بواط، يعني عاود لنا على اليوميات ديالو في المسيد او ديك واحد الذكرى عنده ديال نهار داتو معاه مو الحمام ديال العيالات. و سورتو عنده هو واحد لاطاشمون، يعني متشبت بزاف بلا بواط ديالو، كي لو في اوبليي لي زونوي اي سو ليسي بيرسي بار سي روفري. هذيك لا بواط هي اللي كتحيد له الملل وكتخليه يحلم. سودانمون سيت انفان فو بيرتوربي بار لابسونس دو سون بير كي ا بيردو سون كابيتال. وفجأة هاد الولد هذا اللي كان كيبغي باه بزاف غادي يتخربق بالغياب ديالو، لحقاش الاب ديالو في هاد لو رومان غادي يعاودنا باللي خسر راس مالو ودار فايت. دونك دون سو رومان حمد الصفريوي اساي دو ديكريغ لا سوليتود اي لا سوفرانس دو سيدي محمد، يعني في هاد لو رومان هذا حمد الصفريوي حاول يوصف لنا الوحدانيه والمعاناه ديال سيدي محمد اللي هو طفل ديال 6 سنين. هادشي علاش تيهضر لنا هاد لو رومون هذا. دابا غادي ندوزو لو ريزومي دي شابيتر. غادي نبداو بالشابيتر الاول، هنايا غادي نعطيكم الحدث الرئيسي ديال كل شابيتر. في الشابيتر الاول عندنا لا سوليتود دو لانفون لا ديسكريبسيون دو دار شوافا دو لور انتوراج دو مسيد. هنايا في هاد لو شابيتر لانفون اللي هو سيدي محمد تيعاود لينا على الوحدانيه ديالو، وتيوصف لينا دار تشوفه اللي كانت ساكنه معاهم في الغيت شوسي اللي سميتها كنزه، وتيشرح لينا على لونطوراج ديالو اللي كان في المسيد. في الشابيتر الثاني الحدث الرئيسي هو زياره، بيان سور انا نقرا لكم لو ريزومي اللي دايره، لا فيزيت دو لالا عيشه على لالا زبيده. لي دو فام سو روند افيك سيدي محمد ا سيدي علي بوغالب. الحدث الرئيسي الثاني هو زيارة ديال لالا عيشة صاحبة لالا زبيدة. هاد لالا زبيدة هي الأم ديال سيدي محمد، وهاد العيالات بجوج داو معاهم الولد ومشاو يزوروا واحد السيد سميتو سيدي علي بوغالب. الشابيتر الثالث
La disparition de Zineb, Rahma organise un repas pour les mendiants après avoir retrouvé sa fille. Chapitre 3, tihdar lina ala l'xtifa diel Zineb, l'bent li f'amara 7 sni, li ma kanch kihmelha Sidi Mohamed. أمها رحمة مورا ما غادي تلقاها غادي توجد واحد الغبة للناس اللي كيسعاو باش هكا بحال اللي كنسميوها صداقات أنها لقات بنتها. شابيت خربعة لا فيزيت دو سيدي محمد اي سا مير شي لالة عيشة ريفاليسيون دي بروبليم كي فو اسكروكي باغ سون اسوسيي. فهاد الشابيت هذا سيدي محمد تيمشي هو وماما يشوفوا لالا عيشة صاحبتها ولالا عيشة تبقى تعاود لالا زبيدة على المشاكل اللي بينها وبين مولاي العربي راجلها وباللي كتكون حطلت عليه الغدر او لا الخيانة. شابيتر نيمورو 5 لا مور دو كوافور بن طاهر. بون الحدث الرئيسي في شابيتر نيمورو 5 او لا علاش كيدور شابيتر نيمورو 5 هو الموت ديال الكوافور بن طاهر كان مات في هذا الشابيتر. هذا في شابيتر نيمورو 6 عندنا لا بريباراسيون بور عاشوراء ام سيد لو نيتواياج دو ام سيد اي لاشا دي زابي نوف ا لا قيصريه. هنا في هذا الشابيتر سيدي محمد كيعاود لينا اولا باردون احمد الصفريوي كيعاود لينا على الاحداث ديال توجد العاشوره في المسيد وباللي هما كانوا كينظفوا المسيد وباللي مشى شرا حوايج جداد من القيصريه احتفالا بهاد عاشوره هذه. شابيتر نيمورو 7 La célébration de la fête d'Ashura et la joie de Sidi Mohamed et les femmes. هنايا في هذا الشابيتر كيعاود لينا على الاحتفال ديالهم بعاشوره والفرحه ديالو والفرحه ديال كاع العيالات. كيوصف لينا كيفاش هو كان كيحس في ديك اللحظه وبديك الاحتفالات وكي كانوا العيالات فرحانين وكي كان هو فرحان اكثر. شابيتر نيمورو 8 غادي نعطيكم لو ريزومي مع الاحداث الرئيسيه وغادي نشرح لكم بيان سور. عندنا لا فيزيت دو سوق دي بيجو مشى الاب ديال سيدي محمد والام ديالو سيدي محمد مشاو لواحد السوق ديال الذهب باش يشري المعلم عبد السلام يشري لمراته واحد البراسليات. تما فين دابز مع واحد الذهايبي هي لا ديسبوت دو بير افيك ان كورتي. بون فاش دابزو لالا زبيده قالت لراجلها بلي هاد الدمالج من حسين لحقاش هي كتامن بهادشي هذا وما شرات حتى شي حاجه. في نفس الشابيتر عندنا لو رومارياج دو ماري دو لالا عيشه افيك لا في دو بن طاهر. الراجل ديال لالا عيشه مولاي العربي تزوج عليها ببنت الكوافور اللي مات. في الشابيتر نيمورو 9 هنا غادي تقلب شويه الاحداث لا فايت دو معلم عبد السلام اي لانونس دو سون فواياج سيدي محمد سو سون سول ابري لو ديبار دو سون بير. هنا في هذا لو شابيتر هذا المعلم عبد السلام دار فايت وديكلارا بلي انه قال لمراتو بلي انه غادي يخوي المدينه باش يمشي يخدم في بلاصه وحده اخرى. هنا فين سيدي محمد غادي يوصف لنا الاحساس ديالو بالوحده من بعد ما باه مشى وخلاه وهو كان اطاشي بزاف بباه وكيبغي باه بزاف. في شابيتر 10 لا فيزيت دو سيدي العرافي باغ سيدي محمد سامير الى العيشه. هنا في هذا لو شابيتر هذا مشى سيدي محمد هو ومو وصاحبتها لالا عيشه مشاو عند سيدي العرافي. سيدي العرافي كما شرحت لكم في لي بيرسوناج هو واحد الشواف اعمى. بما انه ماي سيدي محمد وصاحبتها لالا عيشه كانوا كيامنوا بهادشي ديال لا سوبرستيسيون ديال السحر مشاو عنده. في شابيتر 11 سلامة دوموند باردون بور لو مال كي لا في لالا عيشه اي لانونس دو ديفورس دو مولاي العربي اي سا نوفيل فام. هنا في هذا لو شابيتر سلامة لا ماريوز اللي تتزوج الناس جات كطلب السماحه من لالا عيشه على الاذى اللي لحقته بها لحقاش واخا عرفات باردون واخا كانت عارفه باللي مولاي العربي مجوج
بلا العيشه زوجاتو البنت الكوافور. وفي هذا الشابيت خنيت مولاي العربي ديكلارا او لا اعلن على الطلاق ديالو من بنت الكوافور ورجع لمراتو الاولى اللي هي للعيشه. في شابيتر 12 او لو ديرني شابيتر لو روتور دو بير اي لا جوا دو لا فامي اي دي فوازان اي لا روفيرتور لا ريوفيرتور دو لا بواد بار سيدي محمد. فهاد لو شابيتر هذا رجع باين سيدي محمد معلم عبد السلام وهنا كيوصف لنا الفرحه ديال العائله وكاع الجيران بالرجوع ديال الاب ديالو وسيرتو الفرحه ديالو فاش شاف باه وعاود مشى حل الصندوق ديالو. وبهذا غادي نكون ختمت 12 شابيتر اللي كاين في لا بواط ا ميرفي. جيسبر تكونوا فهمتوني با انا شرحت بالدارجه وحاولت نبسط ما امكن. هادشي علاش كيهضرنا لو رومون ديال لا بواط ا ميرفي. بالنسبه لهاد لو دوكيومون اللي دايره فيه لو ريزومي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش تيليشارجيوه وتخليوه عندكم لو ريزومي ديال شاك شابيتر وباش نيت تحفظوا منه الجداول اللي قلت لكم حفظوا. جو فو سويت بون كوراج والله يوفق الجميع ان شاء الله.